صباح النور سلمى، المسيح قام وفصح مبارك لكل السوريين هنا في حلب وباقي المحافظات السورية. أتواجد عند كنيسة النبي إلياس للروم الأرثوذكس، يعني التي أيضا يوجد فيها صلوات عيد الفصح المبارك، وتقتصر فعليا صلاة العيد على الكهنة وأيضا الكاهن موسى الخصي وهو نائب السيادة، باعتبار أن المطران يعني مختطف إلى الآن. الكنيسة التي كما ذكرت لك نتواجد فيها تقام فيها الصلوات، لا يوجد أي من المؤمنين. وبعد قليل ربما سأرصد لكم عبر عدسة الإخبارية السورية يعني عدد من المؤمنين الذين يقفون أمام الكنيسة، لكن لا يسمح فعليا لأي أحد الدخول إلى كنيسة النبي إلياس وباقي الكنائس التي تشهد هذه الصلوات بعيد الفصح المبارك التي يتمناها الجميع قيامة أخرى لكل السوريين أيضا من كل الآلام التي مروا بها. إضافة إلى ذلك أيضا سلمى، اليوم الكل يصلي في بيته باعتبار أن هذه الصلوات منقولة على صفحات التواصل الاجتماعي، يتم تصويرها بشكل مباشر من قبل الطوائف والكنائس لكي يصلي الجميع فعليا لسوريا، يصلي لهذا العيد ويصلي أيضا دائما ليحل الأمن والأمان في بلادنا في سوريا. كما ذكرت لك أيضا هنالك كنائس أخرى تشهد في هذه الأثناء صلوات عيد الفصح المبارك. إذا أمكن أيمن يعني كي ننقل الصورة سلمى، كما ذكرت لك منذ قليل هنالك عدد من المؤمنين جاءوا يعني يدخلوا الكنيسة، لكن لا يسمح لهم ولا يسمح للذين جاءوا قبلهم حرصا، ويعني هي خطوة احترازية أيضا كباقي الخطوات التي تعيشها البلاد فعليا، حرصا على سلامة السوريين، حرصا على أمانهم، لا سيما مع وجود الجائحة الفيروس المستجد كورونا. إذن هي بعض الأجواء التي نحاول أن ننقلها. بعد قليل سلمى سنكون معكم من داخل كنيسة النبي إلياس لنرصد لكم أيضا استمرار الصلاة، صلاة عيد الفصح المبارك التي تشهدها كنيسة النبي إلياس كما باقي الكنائس.